هل مباشر غردية جاهز؟ إذن يلتحق بنا الزميل صلاح الدين بوراقعة. مرحبا بك صلاح الدين. مساء الخير زميلتي في الاستوديو. نحن الان متواجدون امام ثانويه الامام افلاح عبد الوهاب بولايه غردية لرصد انطباعات اليوم الثالث من اجتياز تلاميذ شهاده البكالوريا في خاصه اليوم في المواد الاساسيه. معنا احد التلاميذ لرصد انطباعات ماده الفلسفه. كيفاش كانت اليوم؟ السلام عليكم ورحمه الله. مترشح في شعبه ادب وفلسفه. الحمد لله اليوم عقبنا ماده الفلسفه مادة أساسية. الحمد لله جو المقترحات، جاء في الموضوع الأول مقالة شعور لا شعور، في الموضوع الثاني مقالة الأسرة، في الموضوع الثالث الدول المدلول. نطلبه من الله إن شاء الله التوفيق من جميع التلاميذ. شكرا. نعم كذلك معنا أحد تلاميذ شعبة لغات أجنبية. كيفاش كانت اليوم؟ تروازيوم جرت على الباك. اليوم عندنا شعبة لغات أجنبية، عندنا فلسفة، وحنا لي لونكس ما بازيوش بزاف على الفلسفة باسكو عندنا مادة ثانوية، عندنا العشية، عندنا فرنسي إن شاء الله نخدموا فيها. اليوم بازينا شوية على مقترحات مالغري زيرونا ما عطاوهاناش، عطانا موضوع تاع الحرية والمسؤولية. إن شاء الله نطلب ربي نكونوا خدمنا فيه. والسلام عليكم. شكرا. كذلك معنا أحد التلاميذ. كيفاش كانت اليوم؟ جاست بيان الحمد لله، ومالغري شويه صعيبه بصح الواحد كيكون يكومباتي ديبي دلاني ويخدم نورمال زعما ما يحسهاش. وان شاء الله ربي يسمعنا سمع الخير ونسال الله التوفيق والسداد. وهذه هي. نعم شكرا. زميلتي هذا ما لدينا اليوم. في ولايه غردية بخصوص انطباعات التلاميذ. شكرا لك زميلي صلاح الدين بوراقعة، كنت معنا من ولايه غردية.